هدير من الصيدلية. دكتورة هدير من الصيدلية تبع القافلة الطبية في خورشيد. احنا اكتر مشكلة بتقابلنا ان احنا دلوقتي كلنا ساكنين بعيد، ناس ساكنة في سيدي بشر، ناس ساكنة في الفلاكي، كلها اماكن بعيدة. فعشان نقدر نوصل لحد هنا بناخد تقريبا ساعة ونص في الطريق. زي ما حضرتك شايف هنا الطريق كله مطبات وغير ممهد تماما. فعشان احنا نقدر نيجي ونبقى مرتاحين ونقدر نقدم خدمة طبية للناس دي، المفروض ان احنا نيجي نبقى كويسين، ما نبقاش متضررين ولا ان احنا جايين غصب عننا. فياريت بس حد ان هو يقدر يرصف الطريق ده ويمهده. دي اكتر مشكلة، ان احنا عشان نيجي عن طريق المشاريع دي بنتبهدل. دكتورة، فقد الشيء لا يعطيه، مظبوط؟ واحنا مش فاقدين قوي، احنا بنبذل اقصى جهد مع الناس دي. الناس بتتعبنا جدا عشان تاخد، تعرف الجرعه، تعرف المواعيد، تفضل تقول لها ده مضاد حيوي، تقول لي انا هحطه في ودن الطفل. يعني حاجات بتوجع القلب طول النهار، وجع قلب بصراحه. دكتورة، ايه الامراض المتفشيه هنا الاكثر انتشارا؟ هل كشف الامراض الجلديه؟ الامراض الجلديه هنا الامراض الجلديه عاليه قوي.